الكتاب والسنة لن ينفعك أحد من دون الله، ستموت وحدك وتقبر وحدك وتسأل في القبر وحدك وتبعث وحدك وتنشر وحدك وتعرض على ربك وحدك وتمر على الصراط وحدك وتحبس إن أذن الله بدخولك الجنة على القنطرة وهي طرف الصراط مما يلي الجنة وحدك، وتدخل الجنة وحدك أو تعذب في النار وحدك، لن يعذب عنك أحد، فاحمل مسؤوليتك. الحياة ليست مبنية على التهريج، لا وقت للتهريج والعبث، الحياة ثوان معدودة.